ولد الإعلامي والممثل والمنتج الأردني موسى عمار في 25 من ديسمبر عام 1945. عمل موسى في الحقل الإعلامي لمدة 45 عاماً، مارس فيها العمل التلفزيوني والإذاعي. بدأ إذاعياً عام 1974 مع انطلاقة برنامج البث المباشر الذي كان يتواصل مع قضايا المواطنين، واستمر في البرنامج حتى عام 1988. شغل موسى عمار عدة مناصب في الإذاعة الأردنية، منها مدير إذاعة عمان اف ام ورئيس قسم الإخراج وكبير المذيعين. من أعماله في الإذاعة الأردنية رئيس قسم التلفزيون التربوي والإذاعة المدرسية من عام 1972 إلى عام 1979، كبير المخرجين في الإذاعة الأردنية من عام 1974 إلى عام 2004، مدير التنفيذ في الإذاعة الأردنية من عام 1984 إلى عام 1992، مؤسس ومدير إذاعة اف ام من عام 1992 إلى عام 2004، ممثل الأردن في منظمة إذاعات الدول الإسلامية من عام 1980 إلى عام 1986. قدم وأخرج البرنامج الإذاعي عالم جيليت لمدة 18 عاماً. قدم وأخرج برنامج جيشنا العربي في الإذاعة الأردنية لمدة 22 عاماً. كما عمل في دوبلاج مختلف أنواع الدراما ممثلاً ومنتجاً ومشرفاً فنياً. اشتهر بصوته الإذاعي المميز وعلق على برامج وثائقية كثيرة، وهو أول من أدخل فن الدوبلاج البشري للبرامج والمسلسلات في العالم العربي، وكانت البداية مع بيت المحبة من إنتاج مؤسسة التسويق صقر الحمود وتمثيل إيمان هايل وهشام حمادة عام 1989. قدم العديد من البرامج الوثائقية والخاصة من إعداد وإخراج وإشراف على تنفيذ الأفلام المدبلجة كالمسلسلات الأجنبية الناطقة باللغة العربية وأفلام الأطفال. شارك عمار في عدد من الأعمال الدرامية، وهي مسلسل أنا ودموعي إخراج حسن أبو شعيرة عام 1975، بطولة ليلى طاهر ونبيلة كرم وساري الأسعد وأديب الحافظ، مسلسل الشرخ، مسلسل كلمة أخيرة، مسلسل جلوة راكان. أدى شخصية الراوي في بيوت في مكة من إخراج المخرج السوري علاء الدين كوكش بمشاركة عدد من نجوم الدراما الأردنيين والسوريين. عمل راويا في المسلسل الكرتوني مغامرات نيلز، أشرف على مسلسل سالي عام 1989، وعمل مشرفا فنيا في العديد من أعمال الكرتون الرسوم المتحركة، أهمها مسلسل كوالا ومسلسل بوليانا عام 1986 ومسلسل الدبب الطيبون عام 1985 ومسلسل فتاة المراعي كتولي عام 1984 ومسلسل بيرين ومسلسل نساء صغيرات ومسلسل حكاية فيها حكمة ومسلسل بانشو الظريف ومسلسل حماة الكواكب ومسلسل الأيام السعيدة ومسلسل قرية التوت ومسلسل مغامرات في الغابة ومسلسل الفتى النبيل ومسلسل بيف وهركول، مسلسل صاحب الظل الطويل، مسلسل كاليميرو، مسلسل وبالفرز. أخرج وأشرف على دوبلاج عدة مسلسلات برامجية للقنوات العالمية مثل ناشونال جرافيك وشو تايم وفوكس. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.